السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال، ما كاين مشوش، والله يرحم الوالدين والله يحفظكم ويجيكم كاملين الخوت. اليوم ان شاء الله اليوم 9 في الشهر، البارح قلنا 8، اليوم 9/2023، اليوم الخامس باذن الله، وحنا كننتظروا دخول الحمام من المطلق ديال اوناغا ناحيه الصويره. كيف كتلاحظوا ناحيه الصويره حنا اللي كيعطينا تقريبا واحد 382 كيلومتر على حساب اي واحد الحمامه دايزه، والله الا حمامه دايزه ودايره بحال ديال الطلقه، لا غاده غير غاده. سمعنا الحمامه الخطره بدا كيوصل لكازا، الاخوان في كازا، اخوان كازا، وتحيه لكازا وكاملين بدون استثناء، تحيه للموالع ديال كازا كاملين والابطال ديال كازا كاملين بدون استثناء. سمعنا بان الحمام وصل عندهم، سمعنا الحمام عندكم تسمعوا الخطط الشنبور اللي كتسمعوا بيست بيست، راه ماشي شي شنبور، هذا شنبور غير مخليه انا نوريه لكم الخط باش ما يقولش شي واحد راه كيفرخ، حيت شحال واحد سولني على الاولاد باش ما يقولش شي واحد راه كيفرخ وكيكذب علينا، والله ما كنفرخ بالله. هاد الشنبور هذا ديرو اكسبري على واحد الذكر ديال الحنقوره باش نرصيه، انا غادي نوريه لكم دابا مع ديرو مع الحبيبه، داك الذكر قلت ماشي مشكل درتو مع الحبيبه وبيضو، خليت لهم بيضه وحده وفرخوها، فهمتيني؟ كيسيو علاش فرخوها باش الذكر يوكل، لانه كان كيمشي لي عند عباد الله، انا بغيتو باش يوكل باش يرصى باش يشد يدق لوتاد كيف كيقولوا. حنا ما علينا، ما غاديش نسوقوا الحمام ديال اوناغا، كيف قلنا ناحيه الصويره كتعطينا 380 كيلومتر ان شاء الله، ما غاديش نسوقوا لذوك الحمام، ان شاء الله غادي يجيو بربعه باذن الله، لان 380 راه ما ساهلاش الخوت، راه 380 راه تبارك الله، راه الحمام يشد فيها اربعه السوايع وكثر من اربعه السوايع، تطلق الحمام مع 9 و4، ودابا بالضبط هذه شحال؟ هذه 13 و13، هي هذيك دابا الوحده وربعة، من 9 و10، من 10 ل 11، من 11 ل 12، من 12 للوحده، دابا 4 السوايع بالضبط الخوت اللي دار الحمام في الطريق، 4 السوايع، يعني الحمام راه ما بقى ليه والو يدخل. ما علينا، حنا غنطلقوا نتولعوا في الحميمات ديالنا. ها ما واحد، لا 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 لا، هذا الحمام راه كيحمق واحد شي شويه، ماشي كيحمق بمعنى غير عدعد جلول، غنطلقوا بعدا الذكوره نتولعوا باش نعطيو الحمامات ياكلوا ونوجدوا من المطلق ديال غدا، خليكم معنا والله يرحم الوالدين. بالنسبه للحمام راه الا بان الخوت غادي يبان، يعني راه في السماء غادي نجبدوا الحمام ان شاء الله. حنا غادي نطلقوا الذكور هما الاولين يطيروا، الجو اليوم الجو راه مشمش الاخوان، اليوم راه الجو مشمش، الذكور هما هادو ولله الحمد وكلهم في صحه جيده، غادي نطلقوا الذكور باش نعطيهم ياكلوا ان شاء الله، كيف كتلاحظوا في صحه جيده. إلا قلت لكم الخوت امنوا بالله والله العظيم ما عرفتش كاع الذكر اللي ديكلاريت به، دوك جوج ذكور الاولين والله ما عارفهم، لاني كاينين بزاف ديال الطوابات تبارك الله عندي هنايا، والله ما عارفهم واش هو هذاك اللي كيهيش ولا هذاك راه هو اللي هز رجليه ولا هذا واللي باغي يطلع للفوق هذا، والله ما عرفت ولا هذا، والله ما عرفت واش ديكلاريت، نكذب عليكم والله العظيم ما عرفتش واش ديكلاريت. لا انا عارف السلاله، عارف السلاله، وانما فينا هو الذكر. يلا خرج 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 خرج، ونتمناو الخير هذا ما كان. خرج وليدي خرج خرج، على بركة الله. كيف قلنا الجو راه مشمس اليوم، الجو زواول اليوم الجو زواول الخوت، نتمنوا الخير، نتمنوا يدوزوا هاد المطيلقات اللي بقاو احسن الظروف. زيدوا نعفط عليكم، زيدوا خصني نشطب الخوت الكولوار، كاينه الغبره باش الحمام ما يتقاش لنا بالجهاز التنفسي. تبارك الله شوفوا الذكور كي مجبدين، خوتها هما الذكور ان شاء الله هما كيديروا، هما غيتجمعوا. بالنسبه للحمام ديال الصويره غير الا جا غادي يجي غادي يهبط الخوت، متفقين غادي يجي غادي يهبط، يعني واخا طالق الحمام راه ما غاديش يسوق الحمام، لان اصلا الحمام غادي يجي مهلوك، كيف قلنا اصلا الحمام غادي يجي مهلوك،
الديفو ديال الدكورة عندي بحال هكا كيبقاو يدورو بحال الطرومبيات خوت، فهمتي؟ هذا هو الديفو اللي عندي أنا، الحمام تيبقى يدور ليا بحال الطرومبية، يعني ما كيمشي ما كيديرش داك الطيران ديال النتاوي، لدرجة أنهم فاش كيجيو يهبط كيجيو من المطلق تيديرو بحال هكا. ونتمناو الخير، هانتوما كيف كتلاحظوا الدكورة تبارك الله ما هازين، تبارك الله راه الدكورة هازين الخوت، راه طايرة زوينة دايرين دابا، ولين التوقيت الله أعلم شحال كيديرو. يلا الله المستعان، شطبوا الخوت الكولوار وأنا معكم، الله يرحم الوالدين ليكم كاملين. كيف قلنا الخوت من ناحية الماكلة، الماكلة هي ديك الماكلة الديبيراتيف اللي خلات من عند خونا دريس، هي هادي وزنا ليها الماكلة الأخرى الرقيقة، لبسنا زريعة الكتان الكارديشي العيبات، هاهمايا الدهنيات، ونخلطوا هادشي وغادي نعطيو نقدموا للحمام غياكلوا مزيان، ولا ماشي الشبعان لا، الشبعان لا، هذا مكان. وتحيه كاع الخوت اللي كيعطيونا معلومات، الله يرحم لهم الوالدين. الشبعان لا كيف قلنا، الحميمات هما كيدوروا على الدار، راه ما داروش بزاف الخوت، راه ما داروش بزاف، وانما الحمد لله الحمد لله، يعني هاد السيمانة راه قلبنا لهم الماكلة، لأن سالات لي الكازاير اللي كنت كناخذ عند الأخ الطيبي، تحية لخويا الطيبي من مدينة سالا من الرحبة. كيف العادة الخوت هنا كنديرو واحد شوية، الشرابة راه غادي نحيدها، هنا كنديرو واحد شوية الماكلة، كيف العادة راكم كتعرفوا الوقيتة ديال الطيران ضروري الماكلة الدريساج، باش الحمام يولف يجي ديريكتوم هنا، لأنه فيه الجوع الحمام راه أول حمام كيدور على الدار الخوت، شتوه. ونتمناو يجيو لنا دوك الربعة ديال الأوناغا، وان شاء الله غادي يدخلوا بربعه بهم اليوم ان شاء الله. انا الخوت صافي، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه، نزيدهم هنا باش يدابزوا عليها، لان الحمام اصلا فيه الجوع ماشي مشكل. يلا نحيدوا هذا الكرسي باش ما نجيبوش غير بحال شطبنا الخوت الكولوار، الكولوار انا شطبته، وان شاء الله حتى النهار السبت في الصباح بإذن الله، إلى كتاب السبت في الصباح إلا بقينا في الحياة غادي نسيقوه إن شاء الله. دابا نقدو المعلفات، نتي وتراهم مستعدين باش يطيروا إن شاء الله، حنا كنقادو دابا المعلفات الخوت ولله الحمد، حيدوا هاد الشرابة. بالنسبة للما اللي كيشيطر الخوت ديال هنا ديال الكوس، راه كنعطيوه الحمام البروديكسيون ما كنضيعوش في الماء. يلا خليكم معنا تيهبطوا الحميمات. في نظركم الخوت شكون هي اول حمامه غتجيني من هذا الحمام ديال المطلق ديال اوناغا؟ انا على ما اقول والله اعلم، تنقول غتجيني الطوبيه محروقه، اللي تنقول والله اعلم. حميمات هما كيدوروا على الدار، تبارك الله راه بانوا لي الطيران ديالهم رونفورسي، فهمتي؟ رونفورسي يعني الطيران ديالهم اللهم بارك، يعني كيبان لك الحمام راه قاصح واجد للسباق ان شاء الله، هادشي اللي كيبان ليا. واخا كيقولوا الا عطيتي الدواء راه كيطيح لها بوانت، حنا راه عطينا الدواء الخوت، انا حيد شويه نحيد هذا الكرسي، كيف قلنا راه عطينا الدواء الحميمات، شوم اللي كيبانوا بانهم قاصحين تبارك الله، يعني حمام بحال باغي يطير. نحيدوا نيت هذا الكرسي، كيف قلنا الحميمات شوفوا هما غاديين، هما بحال غادي الحين بيعات والله اعلم. هما جايين الحمام باغي يطير الخوت، شوف الحمام باغي يطير، وخا السرعة ديالو سرعة بطيئة ماشي مشكل. كيف قلت لكم الخوت على ما أقول والله أعلم، غادا تجيني الحمام الأولى هي الطوبية محروقة، اللي تنقول حنا دابا هاهم الحمام غادي الحين بيعات، غادي الحي كريمة الخوت ماشي حين بيعات، حي كريمة. شو شو كي غادي راهو غادي، شو 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 هاهو فوق الأخ فتاح وزكريا، تبارك الله الخوت شتي الحمام فين مشى، راه مشى متيس فوق الديور الخوت، الحمام متيس فوق الديور. ها هو شو تبارك الله، قولوا اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله، راه هو مشى لحي الرحمه الخوت، الحمام مشى لحي الرحمه ولله الحمد. كيف كتلاحظوا الحمام راه هو مشى، راه هو راه هو مشى، خليه يمشي. يلا نتمناو الخير، كيف كتلاحظوا حنا كنتسناو الخوت دخول الحمام ان شاء الله من المطلق ديال اوناغا اللي كيعطينا 380 كيلومتر ناحيه الصويره، راه اوناغا ما سهلاش ان الحمام يجي، ماشي يجي من ديك المسافه، انه سبق من ديك المسافه، اما الحمام يجي ما عندناش زبالون، راه عندنا الحمام الخوت كيف ما كان الحال، راه عندنا الحمام. يلا والله المستعان، حنا غادي نشوفوا الحميمات ملي غادي يخرجوا لينا،
ان شاء الله حنا غادي نشوفوا الحميمات الخوت اللي غادي يخرجوا 100% غادي يخرجوا لنا الحمام من هنايا. الذكوره غادي يخرجوا من هنا حنا غادي نشوف. ما جينا الخوت ما جايين. شوف لا ماشي هما ماشي ديالي هادو لا ماشي ديالي. ديروا شي مولوع هذاك ديروا شي مولوع. كيف كتلاحظوا الذكوره مابقاوش كيدوروا هنا الخوت ها نتوما الله راه ها ماما الذكوره الذكوره الخوت تبارك الله اللهم بارك. يلا الخوت خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. تلاقاو مع فرق اخر الخوت وما تلاقاو مع شي فريق اخر. حميمات ديالي تلاقاو مع فرق اخر ديال شي مولوع. شتوما الخوت وما تلاقاو مع شي فرق اخر تبارك الله ولا فريق ديال بصح. كيف قلنا ولا فريق ديال بصح اللهم بارك. ما غاديين فوق الريزو 100% غادي يقلبوا لهنا ديالي. لا هما مشاو الحين بيعات الخوت تبارك الله. شوفوا جيت الشاطو نقول لكم فوق الشاطو زيروا معايا السمطه زيروا معايا السمطه تماما. في جنب الشاطو على يدك اليسار جنب الشاطو الخوت جنب الشاطو. ما داروا شو مداروا انا نزوميهم. يلا الخوت نخليو الحميمات يطيروا على خاطرهم الله يرحم لكم الوالدين. هادي 34 دقيقة الوحدة 34 دقيقة الخوت. يعني شوف الحمام شحال دار طلقتو مع أربعة دابا 34 دقيقة يعني ثلث ساعة اللي دار ديال الطيران ثلث ساعة. حنا راه كيف كتلاحظوا ما كنزيروش عليه الحميمات ما كنزيروش عليهم الخوت. هو جاو شي حاجة قليلة راه ما جاش كلشي ولكن راه كيف العادة درت لهم الماكلة. شوف الأخر ديك الحمراء كتاكل رزقها شتوها الحمراء هي الحمراء حميرة كلها وشنو تيقول ليها. هاي مسكينة كتاكل داك الزوان وداكشي اللي حاط الحمام نقول كتاكل رزقها وصافي. خليوها مسكينة هانتوما الخوت نخليو. كون كان واحد اخر غادي يجري عليها هانتوما. كون كان واحد اخر الخوت غادي يجري عليها وليني راه كتاكل غير رزقها داكشي اللي مكتب ليها الله عز وجل اللي كتاكل. الله إلا كون كان شي واحد اخر غادي يجري عليها يقول لك حقا كتاكل ليا الماكلة ماشي مشكل. خليها مسكينة تنقب. حنا الحميمات حنا نتسناهم يهبطوا ونتمنوا الخير. الحمام جا قليل الخوت النص الاخر بقى مع الفرق ديال عباد الله. الحميمه هما غيهبطوا ان شاء الله. يلا حنا كنتسناو الخوت ونتسناو دخول الحمام من مطلق 380 كيلومتر. يعني راه ما بقى والو يبان الحمام وضروري غادي تبان لنا شي بياسه مع الاوائل ان شاء الله ضروري. حنا الوقيت اللي غتبان لينا غادي نعلنوا عليها هنا في الهاتف يعني غير في التليفون غنشوف شحال الساعة بالضبط فاش غتبان لي الحمامة باش نعرفوا شحال دارت بالضبط. حنا كنتسناو الحميمات دابا يجيو. يلا السلام عليكم. في هاد الأثناء الخوت الحميمات هما بداو كيهبطوا. دخل 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 ما نقول لهم لا دخل دخل لا خرج خرج. خلي الحميمات على خاطرهم. كيف قلنا يلا أول ذكر هبط بالضبط الخوت شحال الساعة 40 دقيقة هادي يعني دار 40 دقيقة دار 5 وشي حاجة. طلقتهم مع او 15 دقيقة الحميمات بداو يهبطوا مع او 15 دقيقة الخوت طلقتهم مع او 15. أنا كيف كتلاحظوا مع او 15 دقيقة. غدا إن شاء الله عندنا جمع الحمام بإذن الله. الحميمات هما بداو كيهبطوا ونتمناو يجيو الحميمات ديال أونا غيدخلوا. راكم عارفين الخوت الحمام اللي مصيفطين لأوناغا وخا يتلقى لنا مع هاد الحمام ماشي مشكل. مصيفطين لبدعي 2021 مصيفطين لبدعي ومصيفطين لبدعية ومصيفطين طوبية محروقة. كيف قلنا الطوبية محروقة ومصيفطين ولد ولد البلجيكي الدفلي منقط فراسو فيه البيض بزاف فراسو. هادو هما الحميمات اللي صيفطنا وحنا كنتسناو هادو يهبطوا. الذكوره شتيهم راه لداخل الخوت في المعيلفه راه عطيتهم ياكلوا راه حطيت لهم الماكله في المعيلفه ان شاء الله. الحمام هذا باغي يطير حيت معاهم حمام ديال عباد الله كاينين شي ربعه ما مصبوغين تماك. وحنا مازال كننتظروا ونتمناو الخير والتيسير يا ربي. وكيف كنقول هاد الولاعه الخوت راه ما كنصوروا منها والو. هاد الولاعه مجرد ولاعه مجرد هزي القصبه وكنمشيو نشريو الدوده ونشريو هذا ونشريو هذا ونمشيو نلوحو القصبة على الله تجي شي لعيبة شي حوتة على الله تجي شي حوتة ماشي تاكلنا شي حوتة نشدوها ونصيدوها وناكلوها حنايا. هذا ما كان. أنا الخوت الحميمات هما مازال كيدورو على الدار ولكن كيف قلنا الحمام ما كاملش راه غير النص ديال الحمام اللي جا. ها نتوما
نص ديال الحمام هو اللي جا، النص الاخر بقى في حين بيعات مع الحمام ديال عباد الله ديال الموالع الاخرين. وتحيه لدوك الموالع كاملين. الجوج شفتوا الخوت؟ الجوج راه كياكل الحمام ديال اونا، راه يهبط غادي نعرفوه الخوت، يعني راه كيف غادي يهبط غادي نديكلاري لكم، نقول لكم ها الحمام ديال اونا غاجا دخل. واحد البياسه شوف كي جايه معليه، واحد البياسه معليه وليني ماشي اونا. ايوا حنا كننتظروا الخوت ان شاء الله، ما غادي نهبطوا حتى نديكلاريو بشي حمامه ديال اونا باذن الله. هادشي اللي كاين ان شاء الله، ان شاء الله ضروري الخوت ضروري. هبط هبط اصاحبي هبط، دخل 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 دخل. الحمام بحال مدهشر شويه، ما عرفتش انا واش يكون ميسي كيلعب ولا لا. ميسي واش عنده شي ماتش اليوم الخميس؟ حيت ما طليتش على السطح الخوت، السطح ديالهم ما طليتش عليه. قلت ربما يكون كيلعب، يكون قصار شي ماتش في السطح. حنا مازال كنتظروا الخوت الحميمات ان شاء الله، ويلا والله ما يسير. نسمعكم الاذان الخوت، الاذان الاذان. حنا كنتولعوا كنصنتوا الاذان في سبيل الله الخوت. البياس الاخر كيجيو شويه بشويه، جاو قبيله ثلاثه هما ثلاثه اخرين. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. البروتينات، هادو البروتينات هو الداخل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر.
مع قولة لا إله إلا الله الحمام هبط. سبحان الله، شوفوا قولوا سبحان الله مع قولة لا إله إلا الله، دخل 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 الحمام هبط. الخوت واحد هبط ليا في لانطير، وكاينش المشكل مضعوك شي كيدير شي كيهبط هبط خايف. هابط خايف كيف قلنا الخوت، واحد الحمام غادا مدهصا شو راهي غاتبي كيف ديك الدار. هي بيكات في ديك الدار وفيها العمال الخوت. هي طارت عندك تكون 100% ديال اوناغه رايه. هي غادا هي دفليه محروقه الخوت، دفليه محروقه شو هي جايه. هي جايه هانتوما ردوا البال ردوا البال. واحد الحمامه مسخسخه جايه مسخسخه. ها هي ها هي والله الا ديال الطلقه ان شاء الله الخوت ديال الطلقه. ها هي دفليه خلعت لي الحمام رايه راهي غادا بوحدها خلعت لي الحمام وان شاء الله حتى ديال الطلقه والله اعلم والله اعلم. يلا الخوت نتسناو الحمامات يهبطوا كاملين وانا معكم. يلا والله يرحم الوالدين. الذكوره ولله الحمد هما بانوا لي هبطوا كاملين الله اعلم واش كاملين ولا ما كاملينش ما نكذبش عليكم. بعدا الذكوره ما هبطوا عطيتهم كياكلوا ما كاملينش بانوا لي ما كاملينش باقا شي حاجه يمكن طايره الله اعلم باقا شي حاجه طايره. ما علينا الذكوره هبطوا عطيتهم ياكلوا. بالنسبه للماء راه هو الماء ديالهم الماء هو خلط لهم اخوت هنا الماء غير باش يتطلق. بالنسبه للشنبور اللي قلت لكم على الذكر ديال الحنقوره باش ما نكذبش عليكم ها هو انا غادي نجبد الذكر ديال الحنقوره ونحطو هنا. هما هادو الخوت هذا هو الذكر ديال الحنقوره اللي قلت لكم وهذا راه مراو مع الحبيبه. هذا هو الولد ولكن ماشي ديالهم ماشي من صلبوه هو يا الشنبور. ها هو الشنيبير هذا ديال الحبيبه مع هذا الذكر هذا مع هذا. هذا هو بوات الولد وخليتها تقربت تبيض حيت الذكر وراهم تليها هذا راهم تليها هذا على اساس باش يجلس عندي هذا باش يرصي مزيان. هذا ما كان كيف كتلاحظوا دابا ان شاء الله الحميمات صافي غياكلوا غندخلهم باش نطلقوا النتيوات ان شاء الله. حنا مازال كنتسناو الحميمات ديال اوناغه بالضبط. دابا الخوت هادي جوج وسبعة دقائق باقا ما بان حتى حمامه. جوج وسبعة دقائق بقى ما بان حتى حمامه والريحه الخوت راه كونطر اليوم راه كونطر الحمام. ها نتوما شتو الرايات جايين من جهه قنيطره وغادي من اتجاه ديال الرباط يعني الريح راه كونطر هنا بعدا سله الريح راه كونطر الحمام. يلا خليكم معنا ان شاء الله ندخلوا الحميمات بعد ما ياكلوا ندخلوهم ونعطيهم يشربوا ونطلقوا النتيوات عاود نتولعوا في الخوت. اول حمام خوت جوج 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 الخوت جوج حمامات هما ديال اوناغه. الخوت جوج حمامات هالبدعيه والطوبيه محروقه اللي قلت لكم غادا تجي. هما النتيوات بجوج الخوت جاو الحمد لله. دخل 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 النتيوات الخوت بجوج ديال اوناغه. هي البدعيه البدعيه هي جات يعني باقي الذكوره الخوت النتيوات بجوج بالضبط مع 11 دقيقه والله العظيم الى جوج و11 دقيقه. هالطوبيه شو كي نزلات الطوبيه كي نزلات والبدعيه هي في السماء. الطوبيه هاي نزلات الخوت هي الحمامه ديال اوناغه. اوناغه جوج و11 دقيقه جوج و11 دقيقه البدعيه هي في السماء. جاو بجوج مقارنين الخوت جاو النتيوات بجوج مقارنين اللهم بارك. ها النتيوات جاو بجوج. دخل 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 نزبدو الصفاره مش حال هادي ما صفرناش يكونوا توحشوا الصفاره. دخل 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 ومازال فيها ما يطير. ويلي فين هي الصفاره؟ الصفاره هي محطوطه هنا الصفاره محطوطه هنا حطيت هنا الصفاره الخوت والله ما بقيت عاقل عليها حتى هي فين هي. ما علينا خلي اي اي هي هبطات هي هبطات الخوت النتيوه شوف كي هبطات هبطوا النتيوه صحاح الخوت بجوج مع 11 دقيقه جوج و11 دقيقه اعلانين الحمد لله جوج و11 دقيقه على المباشر. دخل 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 ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبه ما تخافيش. هادو ناحيه التصويره 320 كيلومتر جوج و11 دقيقه الخوت معايا دخلوا ولله الحمد. غادي يضربوا الماكله وغادي يضربوا كل شيء دابا مع الذكوره غادي يضربوا كل شيء مع الذكوره ان شاء الله. وسبحان الله العظيم يلا باغي ندخل باغي نجمع هاد الحبات هادو ها هما الخوت هاد الحبات اللي هنايا باغي نلوحهم في المعيلفه باغي نلوحهم في المعيلفه سبحان الله العظيم وما يطيحوا. حنا غنوريكم الخوت هي انت واشتوها هي اللي حدا الدفلي محروق مبغيتش نخلعها. هذه الثاني هذه الوسطانيه هي هذه الطوبيه محروقه والبدعيه راه هي الخوت البدعيه ها هي فيها طرطقه اورانج. هما جوج حميمات ولله الحمد. يلا باغي نجمع هاد الماكله هاد الدرات هادو نلوحهم ليهم في الارض باش ينقبوهم
وسبحان الله العظيم تندير الطن كتبان لي البدعيه دارت. هاي هاي مسكينه شو هي هادي هادي عطيوها تاكل عطيوها تاكل. الحمد لله كيف قلنا الجنتيوات باقي لينا الذكوره الخوت باقي لنا البدعي والاخر وان شاء الله غادي يجيو الخوت ان شاء الله غادي يجيو. ها انتم ردوا البال ان شاء الله غادي يجيو. ها هي الطويبيه محروقه وعطيو الخوت الطوبيه هادي هاد المحروقه هادي راه خت تذكر لي ديكلاريت به هادي راه بنت النتوى ديال الحاج نعمان مع الذكر ديال الدرداري البطل الدرداري. هذيك النتوى العام اللي فات الخوت لعبت بها وما دارت والو. يعني عاوتاني واحد القضيه نقولها لكم ماشي تهزوا الهضره اللي بغيتوا تلوحوها بان الحمامه راه ماشي كاينه العام الاول ما دير والو وانما العام الثاني طنطن عباد الله. الحمد لله هما جاوا جوج انتيوات الذكوره راه باقي ما بانوش الخوت الذكوره. حنا كنتسناو ربما واحد الحمامه راه هي غاده شتوها واحد الحمامه غاده ماشي جايه غاده مازال الذكوره غادي يجيو الخوت ان شاء الله. انا غنشدهم لكم باذن الله. حنا بما ياكلوا الذكوره ندخلوهم ونطلقوا انتيوات نتولعوا فيهم والله المستعان. كيف قلنا الخوت بعد ما كلاو الذكوره كلاو الذكوره اللهم بارك راه كلاو شبعوا انتيوات الحمد لله هما جاوها البدعيه وجات نتوى الطوبيه محروقه اللي قلت لكم غادا تجي. غادي نطلقوا شي حاجه بانت لي بحال لا طايره بقرايه الخو طايره بقر لي غادا شتو راهي طايره بقر لي غادا. حنا غادي دابا جاو الدور ديال نتي واش غنطلقوهم يطيروا. ها معاهم ذكر ها هو ذكر شتو ذكر هذا دابا جا الدور ديال نتي واش الخوت جا الدور ديال الانات ان شاء الله. شاشو كياكلوا الشياطه اللي شاطت الذكوره كياكلوها. ضروري ما طيروا بنياتي طير بنيتي طير 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 طير. هذه ديما كتبقى قدام الشجنه شو لاحظتوا هذه هذه راه ديما كنصور عليكم بحال هكا كتبقى مبوينتيه. ها انتوما انا راه حداها قربت ليها شو كي دايره شوف ها انا الخوت الله الا حداها. هادي دخلات هادي خرجي بنيتي خرجي 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 حبيبه خرجي 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 سيري طايره. واحد الحبه الخوت هي لقيتها وسط التخليطه ما عرفتش ديالاش هادي تيهزها الحمام شتوها كيهزها الحمام وكيبدا يلعب بها ما عرفتش هاد الحبه شنو هي خليوها وسط التخليطه. يلا الخوت كيف لاحظتوا احنا طلقنا ما قلنا مع 11 دقيقة بانوا ليا حنا طلقنا الحميمات ها هما يا هادو نتاوي واحد البياسة غتدخل معاهم ديال أوناغا شتوها. هاي الخوت واحد الحمامة ديال أوناغا ديال مواليه راية غادا راية غادا طوبية ديال أوناغا هادي ما تذكروش عليها أوناغا يا أوناغا ناحية الصويرة. الحميمات هما قعدوا علاو تبارك الله هادشي اللي كاين الخوت نتمناو الخير والتيسير. حنا غننتظروا مازال الدخول ديال الذكوره راه باقي ما بانوش. هذا الطيره الخوت ولا ابو عميره راه هو فين معليش شتو باغي نعليو عليه ان شاء الله. كيف كتلاحظوا كما تلاحظون الحميمه بصحه جيده تبارك الله راه هما غاديين سير سيروا مسعاكم مجراكم راه هما غاديين نيشان مشاو جهه البحر اللهم بارك. صافي خلينا هام واحد ذكر هذا شنو هذا الحنقور هذا ديال النفيخ الحنقوره. يلا الخوت الله المستعان تسناو الذكوره وانا معاكم نتمنوا الخير الخوت. حنا مازال كننتظروا دخول الحمام من المطلق ديال اوناغا. حنا مازال كننتظروا الخوت دخول الحمام من المطلق ديال اوناغا. انتيوات ما عرفتوش الطايره بقر والله الا سحبني شي حمامه بالله والله العظيم الا سحبني شي حمامه. انتيوات الله ما عرفتوش فين عطاو الراس الخوت نتاوي راه ما نتاوي راه ما تبارك الله. واحد الحميمه هي جايه مع الديال من شو ها هي حمامه مع الديال من هيا الخوت البدعي الخوت هو البدعي جا الحمد لله البدعي الخوت هو جا البدعي ها هو جا البدعي الخوت هو جا الحمد لله مباشره. شو تبارك الله وكيدور معلي تبارك الله غيلصق مع انت هو كيقوات ها انتيوات الخوت انتيوات وها البدعي ها البدعي هو كيفلك البدعي كيفلك شو شو تبارك الله شو 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 البدعي الخوت هو جا البدعي الحمد لله. يعني باقي لنا ذكر واحد اللي باقي لنا هو دخل وسط نتاوي غادي يسخسخوه كيف قلت لكم الخوت غادي يسخسخوه البدعي هو دخل
هو مع النتيوات ولله الحمد. وليني غادي يهلكوا واش داير 380 كيلومتر وداخل ليا مع النتاوي، وهادشي راه في شكل. دخل 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 دخل، خصو يهبط مسكين، هو خصو يهبط البدعي، خصو يهبط هو مع النتاوي ومازال شاد معاهم تبارك الله. حيت راه صيفطو الخوت بومبي البدعي، صيفطو بومبي بومبي نيت بالمعنى الكلمه، يعني الصحه اللي هاز راه تبارك الله اللهم بارك، واحد الصحه صحيحه الخوت البدعي هو جا بعدا ولله الحمد. كنقولها ونعاودها وكنعاودها، ضارب 380 كيلومتر العام اللي فات، راه طنطاني الخوت هاد البدعي العام اللي فات، راه طنطاني. واخا ديك طنطان داز كاريتيه، هو ان شاء الله غادي يتعزل وغادي يهبط، ان شاء الله غادي يتعزل وغادي يهبط ان شاء الله. الحمد لله بعدا منين جا خونا في الله كيطلق، كيف قلنا الحمد لله هو جا. باقي لينا ولد ولد البلجيكي، هو اللي باقي الخوت ولد ولد البلجيكي. وشوف سبحان الله العظيم، جا وشد مع الحمام حتى الصفاره ما عرفتش فين حاطها. ها هو غادي يتعزل، ها هو التعزل الخوت، شي هو هو القدامي، ها هو ها هو ها هو التعزل، باين باين ها هو التعزل. شوف 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 شوف، هو غيهبط ان شاء الله، هو الاول. ردوا البال الخوت، سمحوا لي اذا طولت عليكم، هو الامامي هو القدام. دخل 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 دخل. واخ انا الخوت كيف كتلاحظوا، هو الامامي هو القدامي، ها انت شوف تبارك الله، هو القدامي هو القدامي. دخل 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 دخل، اللي قلنا الخوت، اللي قلنا دخل 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 دخل، اللي قلنا الخوت مباشره باش ما تقولوش كيكذب علينا. ها هو التعزل وهبط، تعزل وهبط الخوت كيف كتلاحظوا، ها هو البدعي هو هذا، تعزل وهبط. ها انتيوات باقيين طايرين، ها هو التعزل وهبط، باش ما تقولوش راه كنكذب عليكم ولا شي حاجه. الحمد لله والشكر لله، يعني باقى لينا حمامه وحده اللي باقى لينا. هذا شنو غندير؟ غادي نعزل ليه ماكلتو دابا غياكل، وغادي ندخلو عند الذكوره ولله الحمد. يعني باقي لينا ذكر واحد الخوت، دابا شنو ندير؟ غنعزل ليه ماكلتو، غادي نعطيه يشرب. ها هي نعزل ليه ماكلتو، ها هي نعطيكم شي ديالو، نسدو الباب باش ما يخرجش لينا. الحمد لله، باش ما تقولوش هذا راه كيقاقي علينا ولا راه فيه قوقوقوقوقوق وفيه الكذوب، لانها شحال من واحد كيقول لك هادشي ديال الولاعه فيها الكذوب بزاف وفيها النفاق وفيها هكا. الحمد لله، الا كذبنا راه كذبنا على راسنا. هذا مكان. دخل 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 دخل، اجي اجي وليدي اجي. دخل 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 دخل، غنخرجوا لي الشرابه كذلك. الباب الخوت كيتعكس، هذا هاد الباب خصني نشوف معاه، كيف قلنا هاد الباب هذا خصني نشوف معاه ان شاء الله. ان شاء الله راه غادي يكون عطشان الخوت، غادي يكون عطشان وجيعان. صافي نخليوه هنايا يدبر راسو ونخرجوا نتولعوا في النتيوات ولله الحمد. باقي لينا ذكر واحد، هو ولد ولد البلجيكي الخوت، ما انه كيتعطل راه ماشي مشكله، هو كياكل كيف لاحظتوا، هو دابا يلقى راحته ان شاء الله، غياكل وغادي يشرب. نخليه دابا يرتاح، يلا والله يرحم الوالدين. نتيوات ها هما يا باقيين طايرين، ان شاء الله ولد ولد البلجيكي حتى هو غادي يدخل باذن الله، ما غاديش يضيع ان شاء الله، لان عارف انا شنو فيه، شنو فيه راه با عيوني. با راه ضرب 560 كيلومتر بالدبلوم، الاب ديالو هو الطوبيب اكسبر 2019، والاصل ديالو كيف قلنا راه بلجيكي. الحمام ديال بلجيكي راه بلجيكي، والبرتغال راه ما كيحنتكش، البور ما كيخليكش بلاش. عقلوا على هاد الكلمه الخوت، من عند اخوكم البور ما تيخليكش بلاش. وكانت هاد الكلمه كان قالها الاخ والبطل الهواري مصطفى، حتى هو كان قالها. نخليو دابا الذكر ياكل ونخليو هادو ياكلوا، حتى انا خاصني نهبط ناكل. والله الحمد لله الحمد لله، باقي لينا ذكير واحد ان شاء الله غادي يدخل الخوت، ان شاء الله غادي يدخل، غادي يدخل باذن الله غادي يدخل. ها انتم الذكر وكا ياكل، كيخشف وجهك، كل كل اوليدي كل كل اوليدي كل، كياكل غير بشويه. ابنيتي كتعيط لي فاطمه الزهراء، بابا بابا يمكن على ود الغدا باش نهبط نتغدى. يلا ندير النهايه الخوت ونتسناو الذكر الاخر يجي ان شاء الله، حنا مازال كننتظروا. يلا وتحيه الخوت والحباب في ارض الوطن وخارج الوطن. هي الخويا صلاح من هولندا، وخويا سفيان من انجليز، خويا عمر من الدار البيضاء، الله يحفظك وينجيك خويا عمر من الدار البيضاء، اطيب خلق الله، الله يرحم الوالدين. وما نساوش بالشفاء العاجل الاخ جهاد وصابرينا ولله الحمد، خويا سمير وخويا البشير تحيه لهم، خويا مصطفى من امريكا وكاع الناس ديال امريكا تحيه لهم، كاع الناس اللي كيبغيونا
تحيه لهم الله يرحم لهم الوالدين، وتحيه للموالاة ديال كازا جميعا، والناس ديال فاس ومكناس والخميسات، والناس ديال الغرب عاوتاني الموالاة ديال الغرب الله يسهر عليكم حتى نتوما، ونتمنوا الخير. وغدا ان شاء الله الخوت عندنا هما واحد جوج حميمات ديال اوناغا، امام راهي مكتوبه فيهم اوناغا، شتو الخوت مكتوبه اوناغا، راهي مكتوبه فيهم اوناغا، راهم الله الا جوج حمامات غاديين ديال اوناغا ما نتذكروش عليهم. ما شفتش بالضبط الخوت معايش، غنشوف دابا الساعه شحال تذكر معايا جاني دابا 2:31 الخوت، 2:31 يعني دابا شي نقدروا نقولوا شي جوج دقائق باش جا، شي جوج دقائق هادي باش جا، 2:31 دقيقه دابا يعني بحال هكا تي وكدا 20 جا مع 2:21 الاولين مع 11 قلنا ياك. هذا ما كانوا تحيه للخوت والحباب كاملين في ارض الوطن وخارج الوطن، كاع الناس اللي كيبغيونا الله يرحم لهم الوالدين، واللي نسيتوا الخوت الله يرحم لكم الوالدين اسمح لي راكم عارفين. يلا والى فيديو راهي حمامه اخرى ديال اوناغا 100% راهي غاده سلاويه، رايه 100% حمامه اخرى ديال اوناغا. يلا وتحياتي لكم الخوت حتى غدا ان شاء الله ونتلاقاو الله يرحم لكم الوالدين غدا ان شاء الله. عندنا واحد الطير الخوت طير طير بلاتي نقلب واحد الطير خالع الحمام. يلا الله يرحم لكم الوالدين والى اللقاء ان شاء الله ونتلاقاو غدا ان شاء الله. غدا ان شاء الله عندنا جمع الحمام ديال المطلق الوالديه اللي كيعطينا 250 كيلومتر، حتى 250 كيلومتر ما ساهلاش. شوف شوف الولاعه، هذه هي الولاعه قلت لكم هنا ذاك النهار غادي تلقاو شي حاجه في هذا الراس، تلقاو شي شرابه اولا تلقاو معلفه اولا تلقاو شي دكركيهيج ولا شي شنبور ولا شي بيضه ولا شي بزقه شي لعيبه شي طاجين خاوي شي طاجين عامر شي لعيبه غتلقاوها عندي هنا في الراس. انا كنقولها ان شاء الله هنا عندي في الراس تلقاو شي حاجه ما كاينش هنا شي حاجه، شي حاجه دي خاصه بالحمام الكاليبوتي شي بزيقه شي لعيبه كاينه عندي هنا ما عندي ما نهضروش عليها. يلا الخوت تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين، ونتلاقاو غدا ان شاء الله فيديو جديد. غدا ان شاء الله غادي نجمعوا الحميمات المطلق ديال الوالديه 250 كيلومتر، والله يرحم لكم الوالدين كاع المتتبعين ديالنا الله يرحم لهم الوالدين هنا في ارض الوطن وخارج الوطن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الخوت الحمد لله راني قطعت الفيديو وهادي غادي نخليها في اخر الفيديو، ذكرى وجاء الخوت ولد ود البلجيكي ولله الحمد هو جا عاد دابا دابا بالضبط دابا شحال قلنا قبيله 31 دابا 36 دقيقة والله العظيم الى 36 دقيقة ها هو ولد ود البلجيكي الخوت تا هو جا الحمد لله. يعني صيفطنا اربعة الحميمات المطلق ديال اوناغا اللي كيعطي 380 كيلومتر، 380 راه ما ساهلاش يقولها غير الفم. كيشوف علاش كيشوف الخوت كيشوف الطير ها هو الطير في السماء الفوق معلي دخل 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 الحمد لله جا ديريكت هبط دخل 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 ها هو الدكار ولله الحمد ها هو الدكار الخوت جا وفيه الطرطقة موفية إلا لاحظتو باغي ياكل سير سير هبط تاكل حدا البدعي سير سير تاكل حدا البدعي سير سير. يلا الخوت السلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.